الخاص لسيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه، كان يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة، قال له: اللهم سدد رميه وأجب دعوته. فكان مستجاب الدعوة، يعني هذه الدعوة لسعد رضي الله عنه: اللهم سدد رميه. ولهذا في أيضا في معركة أحد، عندما كان يرمي وهو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وفي رواية هناك في يعني في بداية إسلامي في مكة، إنه أو في بداية الدعوة، هو أول سهم رماه في الإسلام هو سعد بن أبي وقاص، أول سهم في الإسلام، يقال كما ذكرت كتب التاريخ والسير أنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو مستجاب الدعوة، وله مواقف أخرى حتى في معركة القادسية، وله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الجيش في لقيادة القادسية، فاختار مكانا خاصا أن لا يعبر نهر الفرات، في مكان بحيث حصر العدو في مكان، وهو لربما يكون هناك رجوع أو كذا، فيكون المكان مفتوحا. وكذلك عندما وله عمر بن الخطاب على الكوفة، يعني حصل خلاف بينه وبين أهل الكوفة في بعض المواقف، حتى أنه حصل خلاف بينه وبين رجل آخر، فجاء هذا الرجل إلى عمر بن الخطاب يشتكي على سعد، فوقفا أمام عمر رضي الله عنهما، فكل ذكر حالته، فدعا عليه سعد كما ذكرت قبل، كان مستجاب الدعوة، فدعا عليه سعد إنه كذب وافترى على سعد بن أبي وقاص، فقال له أو قال عنه: اللهم أطل عمره وعرضه للفتن. فذاك الرجل بعد فترة من الزمن تعرض للفتن، فعندما يعاتب قال: أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد.